تعالوا نظبط الحته بقى بتاعه الستايل، اللي هو لما اجي اخش هنا دي بتبقى مش مظبوطه كده. طب هدي امرها بسيط جدا، الستايل هي ديت مثلا الحته دي خاصه مثلا بالمارجن رايت، عشان اخلي دايناميك هتعامل مع الكلاس على انه ميثود. يعني انا مسموح لي اعمل حاجه زي كده وفي الاخر هرجع له اوبجكت للكلاس، فكده هيعمل لي ابديت بشكل دايم. تمام، فالبوينت كلنا في الحته ديت ان انا اقول له دوت والله هيبقى ايه globals dot margin right. طيب ده كده كلام جميل جدا. تعالى كده نبص على اللي هيحصل دلوقتي. هنعمل ريفريش الاول، هاجي كليك هنا، لكن هو اللي حصل مفيش ابديت لان انا ما عملتش ابديت اصلا في الجلوبالز. فممكن اجي اقول له ايه export const update global local local code local code. طيب اول حاجه كل اللي هعمله هاخد دول كده فوق كوبي ما عدا دي احطهم هنا كده، دول كده كده انا محتاجهم. سوري، كده كده انا محتاج دولت عشان كده كده هعمل ابديت للدايركشن ال تي ار رايت ليفت. طيب كل اللي انا هعمله بقى جلوبال دوت لوكال كود هتساوي لوكال كود سوري دايركشن ليفت ليفت رايت رايت وهكذا. تمام انا خلصتهم بسرعه عشان وقت الفيديو. تعالى بقى نيجي هنا مثلا في الابديت ده، هي اقول له ايه ابديت جلوبال وادي له اللوكال كود اللوكال كود. طيب تعالوا نجرب. تعالوا نشوف ده مشغل ليه الاول. جلوبالز مارجن، تعالوا نشوف المارجن رايت اصلا جاي ازاي. لوج مارجن رايت، هي هنا مديها مارجن رايت، المفروض مثلا تبقى مارجن ليفت. تعالى كده نتاكد. طب خلينا دي كده بشكل مباشر شوف اللي هيحصل. اوكي بشكل ما مش هتظبط، تعالى نتأكد هي شغالة أصلا ولا لأ. لوج 10 ميني بوتن ده اللي هو الزرار اللي فوق ده، شوف هو بيدخل هنا ولا لأ. بيدخل هنا تمام. مارجن رايت، خلينا مارجن ليفت. اوكي تمام هي كده بقت مظبوطة. طب خلينا ديت جلوبال دوت مارجن ليفت، شوف بس الشغالة هتضرب. طيب تعالى نجرب بقى من الـ EN، الـ EN مظبوطة الـ AR مش مظبوطة. طب ممكن نعمل حاجة ظريفة أخليه إحنا نتحكم فيه، أقوله فليب فولس. فليب فولس أنا بقول له إيه ما تعملش أنت أبديت من نفسك، أنا اللي أتحكم فيها، ما تعملش سويتش لانجويج يعني. فدي هنا كده مظبوطة. تعالى كده نعمل هنا ريفريش شوف هتظبط ولا لأ. خش هنا برضو مش مظبوطة، تعالى نشوف ليه مش مظبوطة. تعالى نعمل كده هنا مارجن ليفت سوري كوبي، نرجع هنا فريش. طب دلوقتي ده مديني مارجن ليفت تمام، لان انا فعلا احنا محتاجين مارجن رايت سوري مش مارجن ليفت، لا مارجن ليفت تمام. دي كده مظبوطة كليك هنا بس كده زي الفل. فدي كده خلاص ظبطت معانا. يبقى فليب هنا هقول هنا disable auto switching تمام. طيب تعال نجرب مرة أخيرة. طيب في نقطة بس أخيرة، هي المشكلة عندنا في الـ initial local code دي عشان بتشتغل متأخر، دي بتشتغل في الرياكتور نفسه مزح من هناك ملهاش لازمة. بقول أنا على طول إيه اعملها initialize بشكل مباشر، دلوقتي هتلاقي ظبط الدنيا معانا ان شاء الله بشكل كبير. تعالوا نرجع تاني من غير اي ار مظبوطه، نخش هنا تاني كده بقت مظبوطه عندي وزي الفل. الجلوبالز كده عملنا لها ابديت هنا اهي بشكل كامل. الرياكتور خلاص كده مش محتاجينه. الستايل دلوقتي بقى هو خلاص شغال، عملت ديسيبل للاوتو سويتشنج. تعال نجرب كده لو لغينا ديت نشوف هتشتغل ولا لا. دي كده مظبوطه بس تعال الاول نرجع هنا فريش، دي كده مظبوطة كليك هنا. والله أنا شايفها ظريفة يعني، لو هي كده شغال من غير الفليب خلاص عايزين شغالين مع بعض. فريش مرة أخيرة. طيب دلوقتي فاضل لنا الفيديو الجاي إن شاء الله هنظبط الحتة بقى بتاعة البوتون نفسه.
ان هو دلوقتي انا مش عايز ابقى بوتوم، انا عايز ابقى دروب داون، اعرض الكرنت لوكال كود ولما اجي اكليك عليه اعرض اللغات التانية المتاحة. فاعتقد دي هتبقى اظرف بكتير، بدل ما اخليها تبقى ايه، تبقى استاتيك، خليها دايناميك بشكل افضل. فدي هتسهل عليا وتخلي الكود بتاعي يبقى مور جينيريك.